العام حفظه الله كان يقول كلمة لطيفة في قضية مطولة ما علينا بها، يقول كل شيء له زكاة. فما هي زكاة الحرية؟ زكاتها أن تدافع عمن لا حرية له، هذه زكاة الحرية. أنتم تعيشون في بلاد فيها مقدار من الحرية، مقدار تتمكنوا أن تساهموا في إنقاذ بلاد المسلمين. الآن بلاد المسلمين تعج بالمشكلات بمختلف أنواعها، العراق أمامكم وما يعاني من المشكلات الحاضرة وما كان يعانيه من المشكلات. بإمكان كل واحد منا أن يساهم في التخفيف من هذه المشكلات. قبل فترة، لعله قبل حوالي شهرين، قرأت في مكان أن عدد الأيتام في العراق الذين فقدوا آباءهم 5 ملايين يتيم. شايفين الأطفال أحيانا أمهم تغيب أبوهم يغيب أسبوع، شلون حالة عنده؟ طفل يشعر بفراغ في باطنه، هذا طول عمره فاقد لأبيه، فاقد لأمه، فاقد لوالده. ونتمكن أن نمسح على رأس هذا اليتيم، أن نشارك، أن نساهم. وفي تقرير آخر، طبعا هذا التقرير يرتبط بالعالم ككل، كل العالم الآن مليء بالمشكلات، يقول الذين ينامون جائعين. احنا الحمد لله ننام شبعا، اللي ينامون جائعين بالعالم كم واحد؟ في تقرير نشر جديدا 550 مليون فرد يناموا في الليل جائعا، 550 مليون. ما نتمكن أن نساهم في التخفيف من هذه المشكلات؟ الراحمون يرحمهم الله، اللي يحلون مشكلات الآخرين الله يحل لهم مشكلاتهم.